ما يكونش عندها فكرة على جملة التعفنات من قرى جنسية الموجودة أو ولا السرطان اللي يجي للنساء، خاصة مثلا سرطان الثدي ولا سرطان عنق الرحم، ما يكونش عندهم المعلومات باش ديجا يعرفوا ما هو ما هي الأعراض باش ينجموا يمشيوا يعديوا، اللي هي مثلا نقولوا احنا كي نجيو ننظروا مثلا لسرطان الثدي اللي هي ما تعرفش كيفاش تعمل لوبالباسيون او التقصي الذاتي، دونك عمرها ما تعملوا. نلقاو رواحنا مع النساء اللي هما يوصلوا لمرحله متقدمه من سرطان الثدي اللي هو يولي يمس اماكن اخرى بخليف الثدي ويولي يعمل اللي نسميوه الطبي بالميتاستاز، دونك تولي حتى كلفة العلاج ونجاح العلاج الخطوط تولي أقل، مش معناتها ماهيش موجودة أما تولي أقل وتمس من مقدار وجودها في أسرتها، ما يولي معناتها سنة بليك با للشخص اللي عنده سرطان الثدي بركة المحيط العائلي بتاعه، الوقت اللي قضيه مع أسرته، القلق النفسي اللي هما يخافوا عليه، يخافوا ليه يفقدوا الشخص، الانتراكسيون مع بعضهم، الفيت هو يحتاج رعاية من اللي الأدوار التقليدية تكون هي مقدمة الرعاية تحتاج رعاية، الفقدين الأشخاص، دونك اللي هو التأخر في التشخيص بسبب غياب الثقافة وغياب القدرة على مراجعة الطبيب ولا الطبيبة بصفة مبكرة ينجم يأثر على أمل الحياة نتاعهم بدرجة أولى، على الكاليتي دو في نتاعهم من بعد، لو فيت إن الأشخاص ما تعرفش ديمونسيون نتاع رفاه البعد نتاع رفاه في علاقاتهم الكل، تقعد ديما فما حاجة ناقصة اللي هي تأثر على لو بيانات جينيرال نتاعهم ورفاه جينيرال نتاعهم، اللي فيت اللي فما دي ديسفونكسيون سيكسويل اللي ما يمشيوش يشوفوا يتفقدوا ولا يعالجوها تولي تأثر على علاقتهم في وسط الكوبل، ومن بعد تنجم زيدة حتى ترتبط بمشاكل أخرى تؤدي إلى مشاكل أخرى، كان التواصل مش موجود معناتها زيد تعمق المشاكل، اللي فيت اللي احنا كي ما عندناش ثقافة دونك ما نجموش نترانسفيريوها للصغار، معناتها شخص ما عندوش الثقافة المعينة ولا ما يفهمش، مش قادر على تفسير المفاهيم ولا مش قادر على التوجيه ولا معرفة الخدمات، في هو ما يعرفش ما نجمش كل العبيد زي تمين تعرف، دونك هذا ينطبق على محيط الأسر نتاعهم، دونك هذا الكل كي نغيبوا المعلومة كي نغيبوا الاطلاع والرجوع المختصين والمختصات ونمشيو نستشيروهم حتى في الأسئلة اللي عندنا، كان ما لازموش نستشيروا مواقع موثوقة وإلا مصادر موثوقة، هذا من شأنه اللي احنا يقلل في حدود حسن التعامل نتاعنا مع الأشياء، كي أنا ما نعرفش إيش معناتها بطانة الرحم المهاجرة اللي هي حاجة تنجم تجي لنسيت في أي عمر والأعراض نتاعها ومن بعد تسبب مشاكل في الخصوبة مثلا، كيفاش المطلوب مني اللي انا نعالج على بكري والا نعرف مشكله على بكري والا نفسرها لشخص اخر، ينجم يحمي روحه ويثق به مثلا على في وقت بكري، وتنجم الشخص اللي تلقى مثلا ثقف على تقصي الذاتي ينجم ينقل المعرفه لاشخاص اخرين، وكيف كيف يأثر ايجابيا على اسر اخرى ولا نساء اخريات اللي ما كانتش عندهم المعرفه. الصحة الجنسية والإنجابية تخصهم، فما عدة صعوبات وإلا تحت برشة مسميات اللي هما ينجموا يواجهوهم في حياتهم الجنسية والإنجابية، فهما معنيات كما الرجال بالضبط من التعفنات المنقولة جنسيا اللي هي ساعات ما تكونش للنساء معرفة كيف بالأعراض وإلا بالمسلك العلاج، واللي هما ينجموا تكون مخلفات عليهم مثلا تنجم تؤدي إلى صعوبات في الخصوبة وفي الإنجاب، خدمات هذه مجانية، الخدمات في المستشفيات هي خدمات قابلة للدفع و التغطية الاجتماعية والصحية اللي عند النساء سواء كان وقتها باش تدخل الحالة اللي هي مع شكون في التغطية الاجتماعية نتاعها، ويكون الولوج إلى العلاج مختلف مش كما تخلص بلان تغيير كما تكون الكونسلتاسيون خالصة بالمسبق وإلى لي. دونك هذه مثلا ان بانيي، فما زيد لي ديسفونكسيون سيكسويل مثلا كيما الفاجينيزم او التشنج المهبلي اللي هما حالات في حاجه للمتابعه عند الطب الجنسي عند السكسولوج والا اي طبيب جينيكولوج مثلا اللي هو عنده الاختصاص نتاع الطب الجنسي باش ما تتعكرش الحاله وتكون فيها ريبيركسيون على الحياه
الجنس على الحياة الجنسية للنساء والشركاء نتاعها، كي ما يتمش تشخيصها بصحيح وإلا كي يمشي يفضلوا النساء اللي هما يمشيوا يلتزقوا للسحر وإلا الشعودة وإلا يمشيوا الأشخاص ما تجمش حد منهم التجربة البروفيسيونيل، هذا ينجم يأثر على الديسفانكسيون هذيا وتنجم ما تتحلش ما يتحلش الإشكال. وهذا زيادة راجع للتربية والثقافة اللي احنا ساعات نفضلوا ما نحكيوش على مشاكلنا مما يؤدي الى احنا ساعات تبدأ مشكلة طبية وما تتشخص.